السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في وصفة جديدة من طبق المنى. النهاردة هنعمل مع بعض شيش طاووق بأسهل وأحسن طريقة، وفي سر يا جماعة هقول لكم عليه هيخلي شيش الطاووق طعمه تحفة، وده بقى سر التتبيلة بتاعتي. بصوا ده بعد أنا ما خلصته بقى كده وزوقت الطبق، بصوا الجمال، ولا ما أقولكوش بقى الريحة عاملة إزاي. بالخضار طبعا المتوفر عندكم هنحطه معاه مع الفراخ. يلا بينا بقى نشوف المكونات. انا طبعا جبت الفراخ الشيش غسلتها ونقعتها في ملح وفلفل وليمون حوالي 5 دقايق، وبعد كده غسلتها وصفيتها كويس من المية وقطعتها قطع على قد الشيش. معانا طبعا بصلة بشرتها واخدت العصير بتاعها والتوابل اللي هقول لكم عليها دلوقتي، وطبعا السر اللي هو في الزبادي دي، طبعا خضار اللي انا مقطعاه بصل وفلفل الوان وطماطم. دلوقتي هنبدأ نتبل بقى مع بعض. علبة الزبادي دي يا جماعة أهم حاجة على المشويات، بتخليها فعلا تحفة. هفضي علبة الزبادي على الشيش. طبعا دي التوابل، ملح والسبع بهارات وفلفل اسود وبابريكا، وطبعا اللي حابب شطة يحط. بصل دي اللي أنا بشرتها وأخدت المية بتاعتها. طبعا ده كمان طبعا سر من الاسرار، فص التوم ده احسن من التوم البودر يا جماعه، ده هنبشره عليها. وطبعا بقى ما اقولكوش على الليمون بقى، حطوا ليمون على قد ما تقدروا في المشويات بيخليها تحفه. انا حوالي ليمونتين عصرتهم على الكميه اللي احنا شايفينها دي، ده كيلو شيش. نقلب بقى الخلطة الحلوة دي على الشيش، وياريت بقى نحطه في التلاجة حوالي 2 ساعة قبل ما نعمله. طبعا سبتهم في التلاجة، طلعت دلوقتي طبعا كله اختلط ببعضه والاخد الشيش اخد من التتبيلة كويس. كان عندي العصيان بتاعت الشيش ده، هي احط بقى زي ما انتم شايفين كده بصلة طماطماية، ونحط الفراخ في الشيش زي ما انتم شايفين. الريحة يا جماعة تحفة والله. كده الالوان تحسه جميله جدا، ده فلفل الوان، الحاجه يعني المتوفره عندكم مفيش مشكله. الحاجات دي لما بتتشوي بقى الخضار ده بيبقى طعمه جميل جدا. كده انا اهو خلصت اول واحد احطه كده، ولسه انا هدهن الصاج بتاع الفرن، وهوري لكم دلوقتي الكميه لما اخلص. هوريكم كمان مره يا جماعه، طبعا ما فيش اسهل من كده. انا عملت 2 معاكم كده، هكمل الكميه واوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. الصاج اهو طبعا بتاع الفرن انا دهنته، عشان كده مستعمله الشيش اللي هي الطويله شويه، دهنته بماده دهنيه بزيت، وطبعا دهنت بالفرشه برضو الشيش. كنا مولعين طبعا البوتاجاز على درجه حراره 200. اهو بصوا هو في الفرن يا جماعه، وطبعا كنت محضره فحمه علشان ياخد ريحه الشوي الجميله. نغطي بقى دلوقتي بفويل بعد ما استوى، نغطي عشان ياخد ريحة الفحم، هيبقى طعمه حلو جدا. بصوا بقى كده انا خلصت وما اخدش معايا وقت نهائي. بصوا الجمال، ولعت له الشواية من فوق شوية. نزوق بقى بطريقة جميلة كده الطبق، وبألف هنا ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وجربوا التتبيلة بتاعتي، وما تنسونيش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك، تدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. وبالهنا والشفا، مع السلامه.